بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أنا اليوم شرف لي وفخر أني نوقف مع أختي، وفخر أن احنا المولاي العباس، وفخر لموريتان كاملة أن نوقف ورافعين راية موريتان في محفل دولي مشاركة فيه 52 دولة متسابقين بين الإناث والذكور في القرآن الكريم، مسابقة للقرآن الكريم. وحقيقة أولا حسونا هما بعد قاع بعظمة مجينا احنا وعظمة الناس، استقبلونا في المطار وعند الفندق وحسونا عن القرآن، وحتى الشوارع تشوف لوافت مسابقة القرآن الكريم وعاطينها معنى كبير. يا غير احنا لا مستنا قد نقول شوي حال عندنا، يعني نقول حد موريتاني ياسر الناس فما يسمعها، لا نقول موريتاني سوى لنا شني. يا غير افتخرنا من اليوم وخيض النتائج عن ارتفاع العلم الموريتاني، وعلمناهم موريتان عن هي الفائزة في مسابقة القرآن، وعلمناهم عن هذا الشباب الحمد لله في مقتبل العمر الشيخ سالم والأخت خديجة عنه جايين يمثلوا وطنهم مسابقة القرآن الكريم. كان حقيقة شعور لا يوصف، والحمد لله وشكرا للناس اللي استقبلتنا كاملة، وشكرا للناس اللي تفاعلت معنا على وسائل التواصل الاجتماعي مناسبة النجاح، نجاح موريتان كاملة ونجاح نحن مولي كاملين. وسائلين الله التوفيق لنا ولكم والمسلمين أجمعين إن شاء الله.